ده عيش تورتيلا بالفول والفاصوليا الحمراء. معانا عيش تورتيلا وجبنه رومي مبشوره وبودره ثوم وبصل وليمون وفول مطحون متقشر ومهروس كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، وفاصوليا حمراء. خلاص خلاص كده. نحط بقى ايه؟ هنحط شويه زبده من الزبده السايحه، وهنحط بابريكا، ودي بابريكا على شطه، وهنحط بودره ثوم، وهحط البصل، وهحط معاها الفاصوليا، وبما ان في فلفل اخضر هحطه. هنشوحه بس بالزبده والفلفل الاسود بس من غير ما ندبل الفاصوليا او البصل او الفلفل الاخضر، هنخليه كده زي ما هو. خلاص هنعمل ايه بقى هنا؟ هنجيب الفول، نجيب الفول كده، هحط ايه شويه بشويه عشان كمان البوله صغننه، وهحط عليه ليمون، جبنه رومي مبشوره جدا بش ناعم كده، بودره ثوم، وهقلب وهحط من هنا كده وهقلبها. طعمه جميل جدا عايزه اقول لكم، ومغذي ومفيد وكل حاجه. هجيب بقى كده العيش التورتيلا، وهحط كده الجبنه الرومي، هحط كميه تانيه كده تخلي طعمه حلو قوي، وبتغير الطعم خالص يعني من المكونات الاساسيه. هحطه كده سيح كده الزبده في الطاسه، وهحط لها رشه فلفل اسود، وهلفه كده بالراحه وفي نفس الوقت ايه رفيع، وهحطه في الحته المفتوحه عشان تتقفل كده اهو. خلاص نعمل واحد كمان. Thank you.